مستمرين معاكم كل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان ضمن اجواء مباراه النجم الساحلي ولا النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. الحقيقه حابين نخرج شويه عن الكواليس الخاصه بالمباراه والتركيز الكبير، وحابين نشكر طبعا في البدايه نادي النجم الساحلي على اللفته الطيبه جدا اللي اكيد يعني بتلمس كل قلوب الاهلاويه، الجمهور النادي الاهلي، الاداره كمان، الكابتن سيد عبد الحفيظ، الجميع. يمكن الحقيقه في لفته طيبه جدا رمضان صبحي، طبعا احنا عارفين كابتن منتخبنا الوطني تحت 23 سنه وفوزه الكبير وتوجهه طبعا كاولمبياد طوكيو، مجرد طبعا وصول رمضان هنا كانت لفته طيبه ان يكون في درع مقدم ليه رمضان صبحي كقائد للمنتخب الوطني وايضا كمان لاعب في النادي الاهلي من الاستاذ سفيان الوردي عضو الهيئه في نادي النجم الساحلي. استاذ سفيان بنرحب بيكم وبنشكركم على الخطوه الرائعه والمميزه جدا دي، تكريم رمضان صبحي كاحد الشباب بنقطه كبيره جدا تدل على قيمه نادي النجم الساحلي وايضا كمان قيمه النادي الاهلي. انت عارف انه فريق النجم الرياضي الساحلي فريق كبير ويهتم بكل نجاحات، وأريد أن أوجه رسالة لكل الشباب الذين يتعاطون الرياضة في كل المجالات بأن كل شاب يتفوق في الرياضة ويرفع الراية الوطنية ويرفع راية فريقه فإنه يجب أن يكرم وأن تخترق كل الحدود واللغات والألوان. وبهذه المناسبة اللفتة الكريمة، النجم الرياضي الساحلي فريق مدرسة عريقة، مدرسة تكون الشباب وتعرف مدى نجاح الرياضيين، فأردنا أن نكرم وليس هذا بالغريب على فريقنا اللاعب رمضان صبحي وفريق النادي الأهلي وفريق النجم الرياضي الساحلي، علاقة طيبة وجد ممتازة، والدليل وجودكم كإعلاميين وأنتم تغطون كل ما يدور حولكم في تونس وترون الوقفة التي نقفها لا لشيء إلا لأن نترككم على راحتكم، ونعرف أنه بالمثل فريق النادي الأهلي سوف يعاملنا في المباراة في العودة، وإن شاء الله هذه تتكرر مع كل الفرق. حبينا نغيره، ليش كل ما يجي فريق يروح منكسر بتصير له حاجات غير معقولة غير رياضية؟ يا سيدي هذه رسالة، خلينا نبدأها من فريق النجم الرياضي الساحلي، أنه فريق النجم الرياضي الساحلي يكرم حتى لاعبين منافسه، والرياضة أخلاق أو لا تكون. وشكرا. كمان نقطة هامة جدا وهي الأخيرة، إن احنا حابين نوجه كل الشكر لرئاسة نادي النجم الساحلي، لأن الحقيقة بجانب التكريم في اهتمام كبير جدا، تنسيق على أعلى مستوى مع الكابتن سيد والأستاذ جمال جبر، كابتن سيد عبد الحفيظ، مش سايبين حاجة بصراحة، وأكيد هتلاقوا كل المعاملة بالمثل وأكثر من كده كمان في مصر إن شاء الله. أنا عاوز أقول لك حاجة مصري، دي عايز أقول لك حاجة دي كده مصري. وعاوز أقولها بالمصري، إنه كل الفرق لما بتيجي العربية والإفريقية نعاملها بنفس المعاملة التي رأيتموه، وده من اختصاصنا، يعني أصبحت في احتراف في التعامل مع الفرق المنافسة. أنا بحب النجم طبعا بطريقة كبيرة جدا طبعا، ولكن كل ما أتولى مسؤوليتي في مهام في الفرق المنافسة فأنزع تلك المحبة الغالية وأخدم عملي كي أرضي الضيف. شكرا جدا استاذ سفيان، شكرا جزيلا وموافق ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله. شكرا. بنشكر اكيد الاستاذ سفيان، طبعا مشاعر طيبه جدا تجاه الشعب المصري والنادي الاهلي بالتحديد من النجم الساحلي للنادي الكبير اللي اكيد طبعا بنوجه له كل الشكر والتقدير. لفته رائعه وطيبه جدا رمضان صبحي كابتن منتخبنا الوطني، ان يكون في درع موجه ليه وموجه ايضا للنادي الاهلي، ده امر مهم جدا ورساله بيعكسها الشعب التونسي عن طريق نادي النجم الساحلي، ان المنافسه داخل المستطيل الاخضر فقط لا غير، لكن خارج المستطيل الاخضر الكل اشقاء الكل احباب. موفق نادي النجم الساحلي وموفق ايضا ان شاء الله النادي الاهلي.